بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله الكريم. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، واجعلنا ممن يحسنون شكرك ويثقون بقولك ويتبعون رسولك الكريم عليه الصلاة والتسليم. اللهم اجعلنا أصحاب بركة عظيمة، واجعل قبولك إيانا من أحسن القبول. يا ربنا يا معبود بحق، يا أوحد لا شريك لك. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة. الناظر في بعض الشعر العربي ولا ينسى شيء حين يجد بعض أبيات توصل لنا مناسبات، منها ما ورد عن لسان المقتول الطائي: عاش في المنبت على ما أعلم، حين مدح خليفة المتوفى. لا أدري كثيرا، لا أعرف كثيرا عن الشعر ولا عن الخليفة، لكن الأبيات إن أبعدنا بعض صفات الشعراء أنهم يقولون يعلمون يقولون ما لا يفعلون إلا تمسكنا. ربما هذا من الذين استثناهم المولى سبحانه وتعالى، لأن كان يعتبره بعض المختصين بالشعر العربي أنه يأتي لمرتبة ثانية بعد أن يموت الناس النازل. لكن في آخر عمر على ما أعلم كتاب مولاه حين قال أن عظم ذنوبه العفو أعظم طواع عفو الله أعظم، على كل حال تعالوا نتمتع بما جاء في بعض الأبيات حين لقي المتوكل في عيد الفطر صلاة ثم مش يخطب المتوكل تقريبا هكذا كان قال الأمر لله. ما بقى بالبر صمت، أي بغير معصية الله صمت، واحترمت أن كل عبد من آدم له إلا الصوم لأنه لله، ويجزي بالبر صمت وأنت أفضل سائل لصائمه. إحنا بردالة يعني لا يعلم من العبد إلا الله سبحانه وتعالى، وبسنة الله الرضية تفطر، أي اليوم يوم أكل صوم إن شاء الله من الحلال. فانعم بيوم الفطر، شوف أنا كيف أعلمكم كلام طيب كلمة طيبة. فانعم بيوم الفطر عينا، إنه يوم أغر من الزمان مشعر، أظهرت عز الملك فيه اليوم ذايا. لكن منظر الجميل قد يكون منظر جمال تطوى الناس، عندئذ أظهرت عز الملك فيه بجحفل جيد يحوط الدين فيه وينصر خم الجبال تسير فيه. كان المعجزات ما زالت تقرا: خم الجبال تسير فيه وقد قدت عددا يسير بها العديد الاكثر. انما اذا كان صدق الشعر قالت لنا مهابه، قالت لنا صولة وجولة، حين كان الخلفاء يحسنون بعض الشيء خلافة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالخيل تصهل والفوارس تدعي ولا تدعي تدعى، والبيض تلمع أي سلوك، والسنة تزهر. على جميلة المنظر كما وصف عنتر ولا وصف المتلقي. والأرض خاشعة تميد بثقلها
والجور معتكر الجواه جوانب أخبر والشمس طالعة توقد في الضحى طولا ويطفئ العجاج إلا قدر حتى طلعت إلى أن مدح المبالغ فيه كان ولكن ما حول توكل أجمل منه جمالا ورونقا على كل حال حتى طلعت هنا صراحة إنسان يفوت حد الأدب كما يتولى الناس لازم الإنسان يخطب ودهم على حساب الحقيقة يوم عيد للأمة ما تبقى الشيء الفرحة بعد قيام صوم الحقيقي وذلك يوم فرح لأنه بدأ ينالوا أجر صوم والله الكريم يغفر العطاء حتى طلعت بلوء وجهك فانجلى ذاك الدجى أي تمام وجاب ذلك العثير والأثير فتبتنى فيك المعبرون فإصبع يوم إليك بها وعين تنظرون من كل مرض ليجدون رؤيتك التي فازوا بها أي الحاضرين كل ما الذي وقع نظرهم على المتوكل يعني منا كانوا منا من المنعمين في رأي الشعب يجدون رؤيتك التي فازوا بها من أنعم الله التي لا تكفر أي لا تسحب ذكروا بطلعتك النبي عليه الصلاة والسلام فلا إذا كان من الصالحين يجوز وصفه بهذا فهللوا لما طلعت من الصفوف وكبروا الله أكبر حتى انتهيت إلى المصلى لابس النور الهدى يبدو عليك ويظهر ومشيت مشية خاشية كذلك إن شاء الله يقول كذا كما قال المحتمل ومشيت احنا الآن تعاظم في القواد ولو حتى كل شيء بواب كل شيء حاجة يتعاظم علينا حتى تعطيه الرز يقول المسلمين ماشي يتكلم عليكم ويعطيك موعد مش في ذاك الوقت يعني تقول الناس كده تعيش زمن أضور هذه الأبيات الزمن أقل أذن من خلق الله من هذا الزمن الذي كرر فيه المدعون على مقام الله والمدعون أنهم من أحباب الله وأنهم يعيشون الإسلام خير مما يعيشه غيرهم على مدار ذكروا مثل عاشق النبي فهللوا لما طلعت من الصفوف وكبروا حتى انتهيت الى المصلى لابس النور الهدى يبدو عليك ويظهر ومشيت مشية خاشية متواضعة لا يزهى ولا يتكبر فلو آن مشتاقا تكلم فوق ما في وسعه لسعى اليك المنبر يعني مش عظم شأن إن شاء الله ما يكون صعب اليوم تلقى المدعين يبغضون الممدوع لكن لأنه عنده طول لسان وعنده صنعة الشعر فلا تقع عليه الأحمق غاية من أشعاره فيزيد حمقا ويزيد مبلغا ويزيد مقتل في المقدم الله أرديت في الفصل الخطاب في حكمة تنبي عن الخلق عن الحق المبين وتخبر ووقفت في برج النبي الله أعلم صحيح ووقفت في برج النبي مذكرا بالله تنبي مثارة وتبشر يعني يخرج النبي عليه الصلاة والسلام يا بني المنعم والبشرى تكون هنا والنار قد تسمى نسأل الله أن يكون البعد الذين سبقوا حين جبوا لنا الأبيات نسأل الله أن يحسن بحالنا وحال الحكام وأن بقوا
على حال مين تسوف الأول من أجل الناس. نسأل الله أن يغفر لهم ويريهم منام الحق ويتبعون ويكون عندئذ مقبولين عندنا. نحن نريد صلاح الأمة، رئيس ومرؤوس، والسلام على من تبع الهدى.